يقضي عزيز هماطة، وهو أحد أفراد ما بات يعرف بقوات الطوارئ، معظم وقته في البحث عن الألغام والعبوات الناسفة في مدينة عدن. ظهر الجمعة بدا الرجل مرتبكا، فلم يعتد على القيام بتفكيك متفجرات وضعت في جامع كان يمكن لهذه العبوة التي دست بإحكام في مكان خفي داخل جامع الرضا في مديرية المنصورة أن تنهي حياة عشرات المصلين من مختلف المناطق. لكنهم أمام الإرهاب هدف واحد، وإن اختلف أفراده وإن أتوا من وجهات متعددة. تلجأ التنظيمات الإرهابية إلى وسائل وطرق مختلفة، فبعد أن استهدفت المجندين أثناء تجمعاتهم للالتحاق بصفوف قوات الجيش، ذهبت إلى استهداف الجميع أثناء أداء الصلاة، وبذلك تسقط حجة الإرهابيين باقتصار هجماتهم على قوات الأمن وبمن تشكك في اعتقاداتهم. ويتضح أنه لا أحد في مأمن من هذه الهجمات، وأمام هذه الجهود التي تبذلها قوات أمنية تذهب تصرفات فردية كما تصف إلى وجهات أخرى تشوه قيمة وأهمية ما تقوم به أجهزة الأمن. فتلك الحملات التي تنفذ ضد العزل وضد من أتوا إلى عدن بغرض طلب الرزق أو بحثا عن الأمن تمتلك القدرة على نسف كافة الجهود، ومن شأنها أن تشتت الجهود الحقيقية وتهدرها في سبيل إرضاء نزعات شخصية لا اعتبار لها في تطبيع الحياة. ومن شأنها أيضا أن تخدم من ينتظرون خارج أسوار المدينة لإعادة ما فقدوه أو ما اعتقدوا أنه ملك لهم.